دعوة ودية على مرايقة، دعوة ودية فارد شعر ومستحمية، دعوة ودية وصبر شايلة وشايلها في عيني، دوا ودية دوا ودية. في الموساد مش هتصرخي كده، كل من الخوف اتحول وهاني اهو هز الجبل. ايوه طبعا هعمل لك محشي. امال ايه محشي؟ بس جوزك ده غريب قوي، محشي على الصبح يا. لا 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 ما تقلقش يا علي، هتاكل سوا معاك وراه. علي؟ ايوه طبعا. لا وايه، مامتك كمان عملت لها دكر بطي محشي بالفريك، انما ما كلتوش قبل كده ابدا. بتكلمي مين؟ استني بس استني. ازاي بس يا لولو؟ ازاي انتوا جايين من اسكندريه واكيد جايين جعانين؟ طبعا حسين موجود، دي الاصول يا عم. ولو مش موجود يعني اي مصلحه يا لولو؟ لا كده كتير لولو مصلحه، لا لازم اعرف تكلمي مين دلوقتي حالا. ايوه لا انا اقصد مصلحه يعني ان الاكل هيبقى موجود بوفره مش هيخلص، وانت حرام اكيد عايز تتغذى، تلاقيك بقالك فتره طويله قوي ما اكلتش اكله حلوه. بتكلمي مين يا كاميليا؟ ما تعصبنيش. لا دي انجي اللي بتزعق، انت هتوه عنها يا علي. طب يلا سلام، باي باي. سلام يلا. سلام بقى سلام. ايه يا انجي في ايه في ايه؟ هو سؤال واحد ملوش تاني. ايه؟ علي اللي كنتي بتكلميه ده لولو يبقى جوزي؟ لا الحمد لله، برافو عليكي برافو. يبقى علي طليق، يبقى البقاء لله. ايه هنا في مين؟ في مين؟ في كاميليا صاحبتي. لا لا افهميني صح بس ما تفهمنيش غلط. لا فهميكي صح. هفهمك. بصي هو اول امبارح افهميني بس هحكيلك. فهميكي تعالي بقى معايا. لا افهميني. لا هقولك
بطل كبير واخد 3 شامبيون ليج واخد 2 كاس مصر وانا فالقه في الجيزه هنا وانا صغير واكله علقه في الجيزه هنا واهالي الجيزه عارفه ايه في انت مجنون ولا ايه اسعاف يا جدعان الاسعاف ايه مالها كنا طالعين اسكندريه نامت مننا انا عندي الحل تلاوش بس اظبط على كده اكتب بقى هنا مبروك للعروسين لا 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 لسه مش مظبوطة فيها حاجة صغيرة كده ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ هتسحر مستديرة؟ أنا نفسي أرقص مع جزء منك تحب ترقص مع أنهي جزء؟ الجزء الثالث ولا أنا كابتن فرج مدلك الفريق ولا كابتن فرج ولا نيلة تعالي هستتك اسمعي الكلام تعالي ويايا لفي معايا روحي ويايا تعالي ويايا أيوة بقى ما تخشي طب ليا طب ليا يا جماعه في اشاعه بتقول ان احنا عندنا عشاء انا مش مصدرها انا مش مصدرها بابا اوعى تكون جبت الزبادي رد خيال واسع او جبنا نستو انت قلت ايه؟ جبنة نستو دي اكلة مركبة؟ انت عارف ايه دي يعني ايه جبنة؟ لا بس اعرف النستو يعني ايه يا؟ مكعبات الحمد لله الوقت طلع عبيط يا بعض فضع بتقول لك النستو مكعبات امال هي بتتباع ازاي؟ تتباع بالمتر تتقسم مكعبات وتتباع بالمتر النستو دي أنا زهقت من العنبر ده زهقت ده جايب فيلم ايه ان شاء الله ابراهيم الابيض الاصابه ايه كسر واربع مطاوي ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع مطاوي يا سوني ما تتعبي انسي بقى شغلتك القديمه ها ولا حنيتي بقيتي بتشتغلي في مكان محترم وده ده الديلر كان فيلم حلو قوي قوي سلامتك 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 ما تخافش خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت ولا بتعملوا حاجه الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا تعملوا لي فيها مشكله في المستشفى ان الله وانا اليه راجعون حول ولا قوه الا بالله ده تبعهم ايه ده يا ابني ايه ده خضتني سلامتك اهدى انا الدكتور انا الدكتور ما تخافش اهدى اهدى ثانيه واحده حطي لي ايدك هنا على ركبته دي خلاص 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 الرياكشن ايه بيلق ايه بيلق بقولك ايه مش عايز تهبله الكلام كويس في ركبه بتلق فين الحته ده اكتب في التقرير ايه بتلق امسك نفسك انت كمان انا مش فاهم بيصوت ليه انا مش فاهم